استنيتك تكلمني امبارح بالليل. معلش بقى، انا رحت عليا نوم بصراحه. انت هتتعوض عليا انا؟ انت رجعت تقعد على النت زي زمان؟ انا لو كنت اونلاين او زي ما انت بتقولي يعني رجعت على النت كنت هكون بكلمك انت. يا ياسين، اخيرا طلع منك كلمه. ومن مغلبني معاك ليه؟ مش يمكن عشان الوقت ده احسن وقت اقول لك فيه كده؟ وبعدين يعني يا كرمه، انت عارفه اللي جوايا ده من بدري. وبعدين سيبك من كل ده بقى، اصلا انت هتقعدي في القاهره قد ايه؟ انا يا سيدي طلبت اتنقل الجليله. اه، عشان ابقى جنب فريده طبعا، وجنبك انت كمان. قلت برضه ما ينفعش تسافري من غير ما اسلم عليكي. ده انت حتى هتوحشيني يعني. توصلي بالسلامة يا كرم. هي كويسة. لو انت محتاجة أي حاجة بقى أنا ممكن أعملها لك. لا، ربنا يخليك يا هندسة. ما تتعزش. أنا لقيتكم بس قاعدين منورين كده في كاميرا الريزورت. قلت لما أنزل أسلم عليكم. عادي يعني. يعني أنت عايز إيه وائل؟ لا أنا مش عايز أي حاجة. أنا بس كنت مستغرب شوية إحنا ليه ما بنرجعش لبعض، بس دلوقتي اتأكدت. لا والله، هو بياسين من غير ياسين انا وانت ما كناش هنرجع له. لا ما انا عارف يا كارما. عارف بس انا مستغرب ايه؟ انا طول عمري ما كنتش عارف ان انت غاوي رد السكوت. ما تحترم نفسك. هو شكلي انا اللي سكت له كتير. شكلك انت اللي نسيت انا عملت فيك ايه قبل كده. لا بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ انت يا نهار اسود، انت كويس؟ ياسين انت كويس؟ ياسين سي سينيوري. Va bene. Ciao. من هو طلب؟ مدير المنتجع طالب تقارير صيانه عن اليخوت. قلت له ايه؟ قلت له ان احنا نبعتها لمستر منير. Are you sure ان ده مدير منتجع؟ يلا جهزوا. انا ننقل الماس على اليهود مع بدايه الفرع. احنا بدرنا اوريدي ميعاد الحموله. Listen. No way for mistakes. أنا مش لوحدنا مستنين الماس يهرب من المنتجع النهارده. هما لحقوا يوصلوا مصر؟ يوصلوا مصر؟ دول ما أنا هنا في المنتجع.